أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما ان ياتي ادب احترام کے ساتھ حسب دستور گزارش گزار ہوں جناب آن زیدی صاحب خیر تشریف لائیں اور سوز خانی کے فرائض